موجز إخباري جديد يأتيكم من موقع صدى البلد، أهلا بكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه تم الاتفاق على إعلان عام 2021 و2022 عاما للثقافة المصرية التونسية من خلال تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية المشتركة بمختلف نواحيها في كل من مصر وتونس، بما يعكس التاريخ المشترك بين الشعبين والتواصل القائم بينهما. وأوضح الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي أنه تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، مطالباً المجتمع الدولي بتبني مقاربة شاملة للتصدي لتلك الظاهرة بمختلف أبعادها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والفكرية، وكذلك من خلال مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء. ساعات معدودة تتبقى على شهر رمضان المعظم الذي ينتظره ملايين المسلمين حول العالم، حيث كشفت الحسابات الفلكية أن غرة شهر رمضان المعظم لعام 2021 فلكياً ستكون الثلاثاء المقبل الموافق 13 من إبريل الجاري. ويولد هلال شهر رمضان المعظم مباشرة بعد حدوث الإقتران في تمام الساعة 4:31 فجراً بتوقيت القاهرة المحلية يوم الاثنين المقبل الموافق 12 من شهر إبريل، وهو اليوم التالي ليوم الرؤية. قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن القضايا الثنائية بين مصر وتونس فيها اتفاق على المبادئ الكبرى وتقارب في ضرورة حلها. وأشار خلال مؤتمر القمة المصرية التونسية إلى أنه بالنسبة لقضايا التوزيع العادل للمياه فإننا نبحث عن حلول عادلة، ولكن الأمن القومي لمصر هو أمننا، وندعم مصر في الحلول العادلة، ولكن ليس على حساب مصر وحساب أمتنا العربية، مؤكداً أن أي موقف لمصر في أي محفل دولي سيكون هو نفس موقف تونس. أعلنت ترسانة IHC الهولندية أنه بمجرد تشغيل الكراكة مهاب مميش بقناة السويس، وهي الأكبر بالشرق الأوسط، ستمتلك هيئة قناة السويس واحدة من أقوى الجرافات في العالم. وأكدت الشركة على انتهاء رحلة الكراكة مهاب مميش البحرية بنجاح من خلال تحميلها على متن سفينة شحن شبه مغمورة، وبعد ذلك بدأت رحلتها نحو مصر لتصل إلى المجرى الملاحي لقناة السويس يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يتم نشر الحفارة الجديدة بشكل أساسي لصيانة وتحسين منطقة مستوى سطح البحر، والتي تربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، كما لديها القدرة على العمل بفاعلية في الظروف القاسية في المنطقة ومع جميع أنواع التربة. سيشهد الطقس ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية بقيم تتراوح بين 2 و6 درجات مئوية، ليسود الطقس معتدلا شمالا حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة جنوبا نهارا ويكون مائل للبرودة ليلا. وحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن هذا الارتفاع التدريجي سيبدأ يوم الثلاثاء ويستمر حتى الجمعة المقبلة نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان، وتكون الظاهرة الجوية المؤثرة خلال هذه الفترة هي نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من أقصى غرب البلاد أيضا. أعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عن إصابته بفيروس كورونا عبر صورة نشرها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام. وكتب أحمد أبو هشيمة: الحمد لله أصبت بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة وكانت أعراضه شديدة جدا، الحمد لله أنا الآن في حال أفضل، رجاء كونوا حريصين لأقصى درجة، ربنا يحفظكم ويحفظ بلدنا مصر. ولمزيد من التفاصيل والأخبار زوروا موقع صدى البلد الإلكترونية. حتى نلقاكم مجددا، شكرا متابعتي وإلى اللقاء.